هاي بيحدد علماء النفس أكثر من 400 فوبيا مختلفة. الأناتيديوفوبيا هي الخوف غير المبرر من أنه شخص يكون مراقب من بطة. الإسكندر الكبير نابليون، موسوليني وهتلر كانوا يعانوا من الأيلوروفوبيا أو رهاب البسينات. الأراكي باتيروفوبيا هي الخوف من أنه يعلق البينات بوتر بسقف الحلق. الخوف من الموز أو بانانا فوبيا هي رهاب موجود بالفعل. السوسبندا فيستيفوبيا هي الخوف من تعليق التياب. الفونوفوبيا هي الخوف من الأصوات وحتى صوت الشخص نفسه. كاليجينوفوبيا هي الخوف من النساء الجميلات. البوغونوفوبيا هي الخوف من اللحى. والأريتموفوبيا هي الخوف من الأرقام. البلوتوفوبيا هي الخوف من المال والثروة. الجلوبوفوبيا هي الخوف من البالونات. مين قال إنه البانفوبيا هي الخوف من كل شيء؟ أنا قال. بشوفكم بكره.